السلام عليكم. احنا في قسم تقنيات المحاسبة الصف الثاني في مادة النظام المحاسب الموحد في موضوع مصادر حصول على الموجودات الثابتة. وياكم دكتور مجيد موسى مدرس المادة. في مصادر حصول على الموجات الثابتة أخذنا أربعة مصادر. أخذنا شراء الموجات الثابتة من الأسواق المحلية وشراء الموجات الثابتة من الأسواق الخارجية. الهدايا والتبرعات أخذناها بجهتين، الجهة المتبرعة والجهة المتبرع لها. وأخذنا إنشاء الموجود الثابت بواسطة المقاولين، وأخذنا في سجلات الجهة الآمرة بالعمل والجهة المنفذة. واليوم موضوعنا خامسا إنشاء الموجود بواسطة اللجان. ما المقصود التنفيذ بواسطة اللجان؟ إنشاء الموجود الثابت بواسطة اللجان أحيانا أنه الوحدة الاقتصادية بدل ما تعهد مقاولة لحد المقاولين في إنشاء مبنى أو مخزن أو دور سكنية، تقوم الوحدة الاقتصادية بعملية الإنشاء عن طريق ما يسمى التنفيذ المباشر، يعني بواسطة اللجان. بواسطة اللجان يسمى التنفيذ، طريق التنفيذ المباشر. شو المقصود باللجنة؟ هذا تشكل لجنة من موظفي الوحدة الاقتصادية يختارون من ذوي الاختصاص والخبرة، يتم تسليفهم مبلغ من المال. هذا المال يستخدم بالتأكيد للإنفاق على المجالات المختلفة فيما يتعلق بهذه الإنشاءات، ويتم تعزيز هذه السلفة الممنوحة لهذه اللجنة. كلما نفذ المبلغ يعطوهم مبلغ معين يصرفونه، يقدمون وصولات ومستندات تعزز عملية الصرف، فيتم تعزيز السلفة إلى هذه اللجنة وتستمر عملية إلى انتهاء الإنشاءات، وبذلك وبالنهاية يغلق حساب هذه السلفة. الإجراءات المحاسبية: أول مرحلة التسليف، يتم تسليف اللجنة المشكلة لغرض إنجاز الإنشاء مبلغ من المال يتناسب كلفة العمل المطلوب. ما يسلفون كامل المبلغ، كامل المقاولة، يسلفون جزء من عدة حسب طبيعة العمل، وينظم القيد التالي. القيد يكون من حساب السلف المستديمة برقم الدليل 182، شوف لاحظ ضمن حساب 18 يعني ضمن النقدية، إلى حساب نقدية لدى المصارف 183، شوف 2 رقم 8. هذه القيد يسمى قيد تسليف اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري، رقم الأمر الإداري بالتأكيد وبتاريخ كذا. ثم هذه اللجنة تأخذ هالمبلغ وتبدأ عملية الصرف على أعمال الإنشاء. مرحلة الإنجاز العمل، تقوم هذه اللجنة بالإنفاق على الأوجه المختلفة لعملية الإنشاء، وكلما يقترب المبلغ مبلغ السلفة من الانتهاء تطلب اللجنة تعزيز السلفة بعد ما تقدم قوائم ومستندات تعزز الصرف. تدقق هذه القوائم والمستندات من قبل على سبيل المثال التدقيق الداخلي، ومبالغها تسجل على حساب مباني وانشات وطرق رقم 122 ضمن مشروعات تحت تنفيذ باعتبارها ذرعة منجزة، وتثبت القيود المحاسبية التالية: في كل مرة تقدم لجنة عمل وهو مقصود بذرعة، فرح يكون القيد بالتأكيد هذا موجود مباني وانشات وطرق 122 ضمن مشروعات تحت تنفيذ، يذكر نوع الانشاء، الى حساب دائن نشاط غير جاري 265 باعتبار هذا موجود ثابت والموجات ثابتة تتوسط بقيود الاستحقاق دائن نشاط غير جاري. ثم القيد من حساب دائن نشاط غير جاري، دائن بالقيد الاول يكون مديح حتى يصفى، دائن نشاط غير جاري 265 الى حساب نقدية دا المصارف. هذا هو قيد تعزيز سلفة بمبلغ الذرع. بالتأكيد اللجنة تصرف بمقدار لا يتجاوز السلفة، لأن إذا تجاوز السلفة معناها قاعد تصرف من جيبه، وهذا غير مقبول. بمقدار السلفة أو أقل معته يتم تعزيز هذا المبلغ لها بهذا القيدين. تتكرر هذه القيود في كل مرة يتم استلام عمل منجز من اللجنة إلى أن يتم الانتهاء من الإنشاء، وعند ذلك تتم تسفية السلفة ويسترجع المبلغ المتبقي منها في الذرعة الأخيرة. هذه المقصود بها
عدم تحريك السلف المستديمة، وتلقونها في صفحة رقم 2 ضمن الملزم، أعطيكم أول بالبداية برقم 2 عدم تحريك السلف المستديمة، معناها ما راح نحرك السلف المستديمة خلال العمل، تبقى السلف المستديمة موجودة بقيد المنح الأول. تقدم العمل هذه اللجنة العمل في الذرعة الأخيرة، لاحظ في الذرعة الأخيرة ماكو عندنا ينحجز مبلغ للصيانة، ماكو غرامات، لهذه لجنة داخلية موظفين تابعين للوحدة الاقتصادية. فالذرعة الأخيرة من حساب مباني وانشاءات وطرق 1-2-2 يذكر نوع الإنشاء حسب طبيعته إلى حساب دائرة نشاط غير جاري 2-6-5 قيد استحقاق الذرعة الأخيرة. و القيد الأخير إذا كان الصرف بمقدار السلفة يكون من حساب دائن نشاط غير جاري إلى حساب السلفة المستديمة، السلف المستديمة 1-8-2 حتى تغلق السلفة المستديمة. كانت مدينة بقيد المنح تكون بقيد تسويتها دائنة، أو إذا تبقى مبلغ عد اللجنة تراجع أيضا، فيكون القيد من مذكورين دائن نشاط غير جاري 2-6-5 وحساب نقدية في الصندوق 1-8-1 جقد تبقى مثل صرفة على سبيل المثال السلفة 10,000 صرفت 8 ورجعت 8 وصولات قدم ورجعت 2000 نقد، فثمانية دائن نشاط غير جاري 2-6-5 نقدية في الصندوق 2000 1-8-2 إلى حساب 10,000 السلفة المستديمة 1-8-2 قيد تسوية السلفة والسلام المتبقي منها. فالسلفة المستديمة مدين على سبيل المثال ب10,000 في القيد المنح الأول، وداين هنا صير ب10,000 فتصفى السلفة في نهاية العمل. يبقى عندنا مرحلة الاستخدام الموجود، هذا موجود ثابت من حساب رقم 11 إلى حساب رقم 12 مر علينا، مباني وانشاءات وطرق 11-11-1-1-2 يذكر نوع الإنشاء، مباني وانشاءات وطرق 1-2-2 يذكر نوع الإنشاء، قيد استخدام موجود الثابت. يتبقى هذا عندنا مثال، هذا المثال عن هذا الموضوع الإنشاء بواسطة اللجان. قررت على الشركات إنشاء مخزن لخزن بضائعها عن طريق التنفيذ المباشر، وشكلت لجنة بهذا الخصوص من مجموعة موظفين ذوي الخبرة والاختصاص، قام بتسليفهم مبلغ 10,000 هذه السلفة المستديمة لتمكينها من جاز مهمتها، وكانت الكلفة المقدرة لهذا المخزن 30,000. باشرت اللجنة بإنشاء المخزن وانجزت العمل بثلاث ذرعات، الأولى 9,800، الثانية 10,000، والثالثة صافي الثالثة 9,200. لاحظ هنا الذرعات تجي بالصافي. وقد تم تعزيز سلفة اللجنة بالذرعتين الأولى والثانية وتصفيتها واستلام متبقي منها بالذرعة الثالثة، لأن السلفة 10,000 ما نحينها، بالذرعة الأخيرة 9,200 بالتأكيد راح يرجعون 800 دينار نقد. وبعدها تم استغلال المخزن بسبب اكتمال إنجاز المطلوب، تسجيل القيود اليومية اللازمة للعملية على وتصوير حسابات 1-8-2 وهذا رقم السلفة المستديمة، 1-2-2-2 هذا الموجود ضمن مشروعات تحت تنفيذ، و 1-1-2-2 هو المخازن ضمن حساب الموجودات الثابتة. هذا التسجيل في سجلات هذه الشركة وهي إحدى الشركات ما مذكور اسمها. الحل القيد الأول قيد تسليف اللجنة، قيد تسليف من حساب 10,000 من حساب السلف المستديمة 1-8-2 إلى حساب نقدية المصارف 1-8-3 10,000. تشرح القيد قيد تسليف اللجنة المشكلة بموجب أمرنا الإداري الأمر الإداري المرقم كذا في كذا، حتى تكون بيانات واضحة يمكن الرجوع إليها. قيد الثاني هو قيد استحقاق الذرعة الأولى، الذرعة 9,800 من حساب مباني وانشاءات وطرق 1-2-2 ضمن مشروعات تحت التنفيذ، هذه مخزن
فعل إحسان مخازن وخزانات وسيلوات 1-2-2-2 89 إلى حساب دائن نشاط غير جاري 265 باعتبار هذا إنشاء موجات ثابتة. نعزز السلفة لهذا اللجنة صرفة 89 نطيها 89 من حساب دائن نشاط غير جاري 265 إلى حساب نقدي المصارف 183 فكان عتب بعد الصرف 200 دينار جت الآن صرفنا لهم 89 صارتهم 10 فدائما لدى اللجنة 10,000 هي السلفة الممنوحة له. الذرعة الثانية قيمة 10,000 وكانوا صرفوا كل مبلغ السلفة فراح نعطيهم 10,000 من حساب مباني وانشات وطرق 1-2-2 مخازن وخزانات وسائلوات 1-2-2 مشروعات تحت التنفيذ إلى حساب دائن نشاط غير جاري 265 10,000 ونعزز السلفة للجنة. هذا قيد تعزيز، هذا قيد استحقاق الذرعة الثانية قيد تعزيز راح نكتب 10,000 من حساب دائن نشاط غير جاري 265 إلى حساب نقدية المصارف 183 يعني بعد ما صرفت اللجنة المبلغ 10,000 بالذرعة الثانية ما ظل بعد شيء صفرت هنا صرفنا لهم 10,000 إذا صارت لدى اللجنة 10,000 وهو دائما لدى اللجنة 10,000 سواء نقد أو نقد ومستندات. الذرعة الثالثة كانت 89 ولا تنسى لدى اللجنة 10,000 تسعة ومئتين من حساب مباني وانشاءات وطرق 1-2-2 مخازن وخزانات وسائلوات 1-2-2 إلى حساب دائن نشاط غير جاري 9,200 وهذا قيد استحقاق الذرعة الثالث. قيد استحقاق الذرعة الثالث قدمت معناها قدمت اللجنة وصولات بمقدار 9,200 وتبقى 800 عتها نقد فنقولهم يا ابن انتهت العمل صفوا أعمالكم واطفوا السلف فهذا القيد راح يكون من مذكورين 9,200 هي المستندات تخص الذرعة الثالثة دائن نشاط غير جاري 265 وتبقى 800 يرجعونها إلى أمين الصندوق يقطع وصل قبض بها تسلم إلى اللجنة المشكلة لغرض استلام العمل 800 من حساب ضمن مذكورين من حساب نقدية في الصندوق 1-8-1-8-1 وبالأخير يطفى حساب أو يقفل حساب السلفة ما حركنا السلفة بالقيود السابقة فقط بناء بالنهاية 10,000 إلى حساب السلف المستديم 1-8-2 كانت بقيد المنح الأول السلفة إذا سووا تيك أوت وجو الحل موجود تيك أوت السلف المستديمة 10,000 مدينة بآخر قيد قيد تصفية السلفة للجنة أو قيد اطفاء السلفة لدى اللجنة فراح يكون 10,000 داين يصفر حساب السلف المستديم. يبقى عندنا قيد أخير وقيد استخدام المخزن تجمع المبلغ اللي انصرفت ما تأخذ الكلفة التقديرية احتمال ما تأخذ مبلغ الكلفة التقديرية هذا تقديري احتمال يصرف أقل من هذا وإذا صار الصرف أكثر من هذا لازم اللجنة تقدم ما يبرر هذا الصرف الزيادة. المهم صار الصرف أقل من هذا أقل من 30,000 صار الصرف بحدود 29,000 فراح يكون القيد من حساب مباني ومنشات وطرق 1-1-2 مخازن وخزانات وسائلوات 1-2-2-2 باعتبار موجود ثابت رقم 11 شفته قدامك إلى حساب مباني ومنشات وطرق 1-2-2 مخازن وخزانات وسائلوات 1-2-2-2 باعتبار مشروعات تحت تنفيذ كانت مدينة بقيود الذرعات. شوف لاحظ مدينة بقيود الذرعات هذا الحساب مدينة بقيود الذرعات وهذا الذرعة الأخيرة كان دائن بقيد استخدام تصفر وهذه مثل ما تشوف التي اكاونت حساب السلف المستديمة بقيد الأول كانت مدينة بعشرة آلاف قيد الأخير أو قبل الأخير دائن بعشرة آلاف صفرت السلفة مخازن وخزانات وسائلوات برقم 1-2-2-2 يعني مشروع حتى التنفيذ كان مدين 9,800 الذرعة الأولى كان مدين بالقيد الرابع 10,000 إلى حساب 265 الذرعة الثانية بقيد استحقاق الذرعة الثانية وكان مدين بقيد استحقاق الذرعة الأخيرة 9,200 الجانب مجموعهم 29 وهذا الصرف صار على هذا المخزن وبالتالي ظهر عندنا مخزن مخازن وخزانات وسائلوات برقم 11-2-2 ب
29,000 وانتهى التمر. شو شكرا. المطلوب عندك تحل تمارين موجودة عندك على هذا الموضوع في صفحة رقم 12، مثال رقم 1 ومثال رقم 2 عن إنشاء بواسطة اللجان في صفحة رقم 12، ولا تكتب لي تم دين صار حضور، وهاي المحاضرة راح تنزل لك حسب الجدول وصار عندك حضور، وسجل حضورك بالاستمارة راح تلقاها بنفس يوم المحاضرة هذا الموضوع. وشكراً.